أما السيئة فقال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. كرجل هم أن يسبق ولكن ذكر الله عز وجل فأدركه خوف الله فترك السرقة، فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة، حسنة كاملة، لأنه ترك فعل المعصية لله فأثيب على ذلك، كما جاء هذا مفسرا في لفظ آخر قال لأنه تركها من جراء أي من أجله، هم أن يغتاب أحدا ويتكلم في عرضه، ولكنه ذكر أن هذا محرم فتركه لله، فإنه يعطى على ذلك حسنة كاملة. فإن عمل السيئة كتبت سيئة واحدة فقط لا تزيد، لقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.